اعطيني هويتك. ليش الهوية سيدي؟ هو المجرم هو. خلصنا فهمان، اعطيني هوية. اعطيني هويتك لا تخاف. شغلت سيدي. فهمان المنجعي؟ من انت؟ سيدي انا قريبه للاستاذ خفيف. انا ما عم بسألك تقرب مين، انا عم بسألك انت منين ومن اي منطقة. من غير منطقة سيدي. منين؟ من منطقة لزويتنا سيدي. انت بتسكت، ما بتحكي ولا كلمة، ولما بسألك بتجاوب. قلي لشوف، ليش كذبت علينا بشغلة المخدرات؟ بدك تتسلى فينا؟ إيه شو بكذب سيدي وتسلى معقولة؟ يعني حدا بيقدر بيكذب على الحكومة؟ يعني بالله سيدي بتبعتوه لعند المساعد جميل بيرفعوا فلا بينسي حليب أمه اللي رضعه، فبيحكي اللي عامله واللي ما عامله. بقى سيدي أنا ما يعني أنا ما عم بكذب، صدقني سيدي البضاعة موجودة بالسيارة، أنا سمعته بإيدي عم يحكي مع رئيس العصابة بحلب سيدي. نعم وعم يقول له إنه البضاعة ما سلمها لحدا، لساتها موجودة بالسيارة سيدي. بس مو كل البضاعة مخدرات سيدي. أنا حسبت إنه مخدرات وحبيت ساعدكم شنتكم. شو سيدي هاي جزات المعروف إني أقدم لكم أنا خدمة. بس لما بدك تعمل خير لازم تكون متأكد من معلوماتك. الناس ما لها لعبة بين إيدينا حتى نتهمهم اتهامات باطلة ونجرجرهم على المخافر. سيدي مشان اتاكد من معلوماتي يا ريت تكلفوني بشكل رسمي انه راقب المجرم يجيب لكم معلومات كافيه ووافيه عنه. انو مجرم؟ دحام سيدي دحام. لساتك مصر انه دحام هو المجرم؟ نعم سيدي نعم. انا سمعت عم يقول لرئيس العصابه. نعم سيدي سمعت عم يقول لرئيس العصابه انه البضاعه موجوده بالسياره. بقى سيدي خلينا نروح من هلا الصبح وبوعدك اني اكمش المجرم والبضاعه. خلينا نروح سيدي قبل ما يهرب. لا ما حذرت. إذا بدك تلحق السيد دحام على الأوتيل وتزعجه مضطر إني نايمك هون. هون؟ مشان شو هون سيدي؟ هون بالمخفر. ليش شو بدنا نعمل هون يعني سيدي؟ منشان نتسلى سوا. عم قول أنا عم تطلع الإشاعات عن أنو إشاعات؟ لا ولا شي سيدي، اتركني هلا أروح مشان ألحق المجرم وسلمك البضاعة بعدين بحكي لك. خذوا على النظارة. يا سيدي ما في داعي فهمان يقعد بالنظارة. فهمان قلبه طيب ونيته صافي، بس هو من كتر ما بيحضر مسلسلات بوليسية صار يتهيأ له شغلات يا سيدي، بس حبه لمصلحة البلد وحبه لعمل الخير ومساعدة رجال يزعجكم يا سيدي ابدا، بس انا كفيل انه ما يزعجكم مره ثانيه. طيب ماشي الحال، اذا بتكفلوا خذوا وروح. يلا شكرا سيدي. الهويه يا سيدي. معلم خفيف عجلك شوي وليش بدي استعجل لك فهمان؟ هلا بيهرب دحام عجل. شوف اذا بدك ترجع تلاحق دحام برجعك على المخفر تعضي لي حيلتك. لا طول بالك، لا بدي ارجع على المخفر. لا بس ما بيمنعني عجل شوي، هلا بيهرب. مزبوط لازم عجل شوي قبل ما يطفش من الاوتيل منك ومن افعالك. خربت بيتي. لا معلم لا دخيلك ما عاد عليك. خلص ماشي الحال، بس انت لا يصير لك شيء. خلص هالمره سامحتك، تفضل هاي وصلنا على الاوتيل. عجل عجل. سمير تعال معي لشوف. خير لوين صار؟ لغرفة الأستاذ دحام، معتذر منه على الفصل البايخ اللي سواه في فهمان. ما في داعي يا أستاذ نطلع لمحل. لا في داعي، لازم نطلع لعنده نعتذر منه حتى ما يحكي علينا برا ويسوي سمعة الأوتيل. بس السيد دحام ماله بأوضته. وين لك؟ بيكون هرب. لا أنت السادي طفش. وشلون طفش بقى؟ شلون طفش السام؟ طب غراده أخذ بعضه ومشي. ما تعرف على أنه أوتيل راح؟ سمعنا أنت. وشلون خليته يروح؟ السام شو شلون خليته يروح؟ صدقني تعربط فيه بإيدي ورجلي، ترجيته بست إيدي أكلت منه أدن ما رضي. حاسبته؟ قال حاسبته
تتخنى. هذا اللي صار استاذ. بس كان لازم تحاسبه ما يطلع. شو كل اسبوع بده ينساش بالاوتيل، بده يترك الاوتيل بدون ما يحاسب؟ معقول هذا الكلام؟ لا اطمن استاذ، ما حدا غيره حيساويها. بعدين دحام يعني ما قعد عنا غير كم ساعه. حتى لو قعد ساعه واحده لك ما حقق الاوتيل، لازم يدفع اجره الغرفه. حاضر استاذ حاضر، تاني مره ححط باعتباري هالشيء هذا. هالمره رح سامحك وما رح اخصم من معاشك، بس مره ثانيه تكون بمعلومك اذا تكرر هالشيء انا رح اخصم من معاشك. حاضر حاضر يا استاذ. تأمرني بشي تاني أساس؟ لا ما بدي منك شي، بس انت احسابك بعدين، انا هلا صوتي مو قادر اطلع. بسيطة، انت روي اطلع على المكتب بس تهدى بعد وراي وعمل لي بهدلي. طالع بس وينك؟ تعال شو عادشي بلاها. سمير انت كل الحق عليك، مفروض ما كنت تخلي المجرم يترك البيوتين ولا بأي طريقة، كنت لازم تمنعه. فهمان وصان خلقي لراس مناخيري، الاكل اللي اكلته من دحام هلا طعميك يا اعطاك بخشيش؟ ايه اعطاني. قديه؟ 5. قلت الاستاذ خطيب يقرا لفهمان بعد ما عمل هالعمل بالاوتيل؟ ابي قال له تصور لي يا حمدي، بس ما تنسي يا معزام انه فهمان قرايبه لخفيف. لو كان قرايبه الاستاذ خفيف عند مصلحته ببيع امه وابوه. يعني خلصنا منه، انا ما كنت مطمن له ابدا. انا كانه بلاطه قاعد على صدري حاج بقى. ايه معزام خبريني عن بيتك، انت ما جبتي الكويتيه؟ والله ما جبتي الكويتيين. طلعوا الكويتيه، اجرته لحبيبات قلبي سعوديه. وقديش رح تدفعوا لك باليوم؟ 2000 ليره. وقديش المده؟ اسبوع. نيالك دقت عينك حتحسدني. يلا قر علي بركي بيطلعوا الجماعه. ما عم قروا لعب قرقر. وبناتك لسه حتطير عند الجيران؟ لا بناتي السبعة نقلتهم عند الجيران التانيين، لأنه الأولانيين راحوا يقوموا بالبستان، لأنه أجروا شقتهم مفروشة لسياح أجانب عم يقبضوا بالدولار. ها يا هيك التأجير يا بلا دولار. الله لا يشبيك. والقايل الله يصلحك يا فهمان عن هالعمل اللي عملته. أنا عملت شو؟ أنا عملت قصتك مع دحام. دحام هذا المجرم ما غيره؟ ولك لساتك مصر أنه مجرم؟ 60 مجرم. بس لو ما هرب من الأوتيل كنت بدي أكتمش بالجرم المشهود. اسمع مني يا فهمان، أنت باين عليك شطية، فالتهي بلقمة عيشك وداري على سمعتك وخليك بحالك ولا تتدخل بأمور الآخرين وخاصة المزارع. لا انت هون وانا عم دور عليك. إيه لو انك عم تدور علي كنت لقيتني هون. اين عم انا هون؟ شو بدك؟ انا ما بدي. لغا مين بده؟ قرايبك اللي بده. وشو بده؟ طلع لعنده بتعرف. شهد انا طالع شوف قرايبي وراجع كفي حديثنا. شلون هلا الاستاذ خفيف؟ ان شاء الله هدي. مقرور لسه عم فهمان. بس ما يقلعوا. ان شاء الله يقلعوا، الله لا يردوا. لا سمير شو يقلعوا؟ حرام. حرام؟ ايه. لكان مو حرام عم يطفش لنا الزباين من الاوتيل؟ بتعرفي على تطفيش الزباين بنقطع رزق ورزق؟ انا خلص بدك اي شيء؟ ما بدي شيء. لا لا يا سمير عم تعمل فيه مقلب انا بفرجيك. يرحمك الله. شكرا. حفيد جدي قرايبي ممكن اسالك سؤال؟ اسال. ليش انت بتضل بتغطس على طول؟ ابعد عنك، معي تحسس وزوايد بمناخيري. طيب ليش بتضل طالع فايد على الحمام؟ معي السكري بعيد عنك. فهمنا الزوايد والتحسس والسكري من الله، بس ليش ما بتزرزر زرار بنطلونك بالحمام قبل ما تطلع؟ ما بعرف، عادي بعيد عنك. ايه بطل العادي ما حلوه مشان هيبتك. والله نسيتني شو بدي منك. ايه بس تذكر بعد وراي. تذكرت تعال. اسمع يا فهمان، انا زعلان منك كثير زعلان منك. لا ليش قرايبي ليش؟ لانك عم تتدخل بامور الزباين وعم تتخيل شغلات ما لها اساس بنوب. انا ما فهمت عليك، علما بانه اسمي فهمان بس هالمره ما فهمت. اسمع يا فهمان. نعم. هالمره رح سامحك كرمال عيون ابوك المرحوم الله يرحمه. طيش. بس ثاني مره اذا بتتدخل بامور الزباين او بتزعجهم انا ما رح سامحك بنوب. فهمان.
فهمت يا فهمان فهمت. استاذ سمير ليكو شو صار مع فهمان؟ ما بعرف. طب فهمان وينه هلا؟ بده يكون عند الاستاذ خفيف. خايفه يقلعوا خطيه هذا. الله لا يضر حدا يا رب. شو عم تساووا كلياتكم هون؟ ايه كنا نحن عم نتحدث ونقول شو كنا عم نقول؟ ايه كنا عم نقول انا رايح اطبخ خلي سمير يقول له. ايه وانا لاحقته بردون. شو كنتوا عم تقولوا لي؟ استاذ ما في شيء بس كانوا عم يحكوا على ايه مثل ما وصيتك يا سميرة انا رايح على البيت هلا ما بدي يرجع يساوي فهمان الخايس ابلعك انت وياها. مش فهمان بقيان هون بالاوتيل؟ طبعا وراح ينام معك بالغرفه كمان مفهوم؟ حاضر. يلا بخاطرك. هذا فهمان اصله اراده يا قريبي. هذا انا افتح لك السياره. خلي عنك يا فهمان. لا وكسر الهاء ما عاد افتحها غيري. يلا شوف بيب بيب. فهمان مثل ما وصيتك ما بدي ازعجك بالفندق. ها مثل ما وصيتني قلي ليش. ليش؟ لانه انا فهمان فهمت عليك كل شيء عقيته معي بالمكتب. برافو عليك. خاطرك. مع السلامه. مع السلامه. اشتري اشتري. شو اشتري؟ اصحابك تصالحوا مع بعضهم؟ اي نعم. يبدو الحي ما بتعض نبا. لقوا شو بده ينيموا عندي بالاوضه. بس تعرفوا يا جماعه انا فرحان بعوده فهمان على الاوتيل. يعني صار بيننا خبز وملح. فهمان حبيبي قبله الحمد على سلامتك. كيف فهمان ما بتعرف ليش قد فرحانين برجعتك على الاوتيل انا سالم وهاني مو هيك اختي مازا؟ مزبوط. لكن وانا بالنسبه لي بدي اذبح خاروف ووزعوا على المساكين والفقراء والاجانب نزلاء الاوتيل كلياتهم لانه انت رح تضل معنا. من فاكرين حالكم قاعدين انتوا اثنين؟ بس هذا اوتيل ها في نزلاء هلا بتزعجوه. رح اروح على الاوتيل زغلط على الاوتيل على المطعم زغلط على كيف يلحقوني. هالهيصة والزنبليطة اللي عاملينها. معقول انت لسه ما فهمت علينا احتفاء بانه تضل معنا يعني؟ ليش مين قال لك انه انا راح امشي؟ ابو سطيف قلت له شيء؟ قلت له طلع اذا حكيت شيء انا. انا راح اطمنكم انا بقيان هون على طول. شو المفاجأة السعيدة؟ راح احضر لك العشاء انا. وانا راح احضر لك الغرفة. وانت قوم معي لشوف. لوين؟ يصل انا وياك على المستودع مشان نقي لك تخت تنام عليه لانه الغرفه ما فيها غير تخت واحد هو تختي يعني. حبيبي روح على المستودع نقي التخت اللي بريحك واللي بدك تنام عليه انا ما دخلتي. لا مبين من اولها ما حاتفهم انا وياك. قوم على حيلك قوم احسن ما اقول للاستاذ خفيف. ها؟ لا اذا للاستاذ خفيف بروح. جرب قدامي. حبيتك وبحبك واحد حي. نعم اللي عم ما اسأله انا هذا اللي كان ناقصني. قوم يا قوم قوم حبيبي قوم قوم نام على ذاك التخت. هذا تختك هذا تختي. لا شو بخطرني بدي نام هلا. انا ماني مانعك من النوم بس نام على هذاك التخت. هذاك تختك هذا تختي تختي. بالله شيخ انا نام على هذاك التخت وحاطط تخت نام هون ليش بقى؟ فهمان قوم نام على هذاك التخت احسن ما خلي صوتنا تعبي الاوتيل كله. في الناس كده يا طه. وانا عم اقول هيك احسن ما اعمل لك صرعه طرني الى اول ما لاخر تسمع فيها كل الاوتيل. عم تفهم؟ بعدين لا تنسى ها سمير انا قرايبي خفيف بيت رونا بدك تاخذ. لا تاخذنا. شو عليه؟ بسيطه. ما بيكون اسمي سمير اذا ما بهججك من الاوضه. لا لا لك يا حبيبي الحقي شخور. سمير سمير لا
لك سمير شو بدك؟ شواد شو بقى؟ لك صرعنا من الشخير. أنا عم بشخور؟ لك أنا لا، أنت شايف بنومك، أنا وقت بنام ما بشخور. يلا لا عم تشخور، يلا تصبح على خير. أنت من أهله. غيرت له نومته، هلا ببطل يشخور. أكيد انجعس من شخيري، لذلك فياني خليه الأهم. هلا لح عادله الفيلم. وبعدين سمير 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 في في شو بدك سمير؟ شو رأيك تقوم تزبط لي البابيوني؟ مو انت وعدتني بابيوني؟ اي ما قلت لك بكره بزبط لك يا اي قلت لك الصباح رباح. نعم تصبح على خير. انا فرجيك. يا حبيبي هلا مناعش حدا سبقنا على البواب. فهمان فهمان يا الله لا يوفقك على المناخير. شو اسمان قطرة ومقطورة؟ لك شو بخطرني بدي نام. ايه اخي بس شخيرك هلكنا. ايه مو انت اللي شخرت بالاول، حضرتك بديت. طيب انا اخي بديت وبطلت. عال روح نام تصبح على خير. بسيطة رح انام على هالتخت هاد، بس بكره بنتواجه قدام اساس خفيف. سمير سمير شو بدك؟ سلامتك حبيبي، قوم نام على هداك التخت. وانت وين بدك نام؟ انا شو بدك فيه دبر حالي. اوف ومن لك النخوه هي؟ انا من يوم يومي صاحب نخوه، حاسك مانك مبسوط ومرتاح. قوم حبيبي قوم قوم. يلا نام 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 حبيبي لغلطيك. نام يلا شقح يلا واصبح. أساس خفيف ما كان قام خوف بيقطع الجوف. يساوي صالون جوا اوان كله سويته. عيدي عليه. حاضر. يلا اشقر يا جميل انت اصلا.
بدي بقول لا تتأخري، تعي بسرعة ما ترد علي، قلبها بارد مو بإيدها. هدمني يا عيني ايش نوع من ربو عيني ليش تأخرت؟ جبعت لك فالي جي فلجي، كل مرة هيك تعملي معي، ليش تأخرتي؟ ما تأخرت ما تأخرت لا تزحنيني، لك ما قلت لك تعي قبل ما يجوا الموظفين سمير وشاهد والبطبوف وعينك امشي. شو قلت لحالي بغسلهم هون اسرع بينشفوا من هنيك وبوديهم مع بنتي تياب الاولاد لك اي تياب الاولاد وبالعلامه فيهم كنزه حمراء هذي حبابي هذي لا تعطي لا كيس ليش اعطيتي اياها ريحه هالتياب بتجنن طيبه هلا هي كنزه حمراء لا هي كنزه سك... بعت لك حمالك ليش خليتيني خربت تروحي قتل معلش يلا وإذا خربطنا يعني ماشي الحال أنا شو قلت لحالي فهمان قلت لحالي يا بنت يلي بيزيدوا عن الزبائن فضلات يعني باخذهم لبناتي السبعة بياكلوهم هلأ فروج نايم وقلوا إجرين وجناح مقطف منظف اسمه فضلات أستاذ فما يستر عليك استر علي أنا عندي سبع بنات بدي ضاميهم يعني شو عليك يا معزام عم تسرقي اصلا هالبلد كان ناقص حرامي ولدان خربيته شو قارح فهمان استر علي الله بيستر علي بيستر خلاص انا ما عاد فايده ابدا خذي حبابي خذي روحي طعمي اخواتك يلا لك الكبير بيضل كبير لا تلي اطعبت انت كبير معزام نعم انا ما راح اطردك راح اكتفي بخصم جمعه مرات بك صغير بضل صغير شو ما حكيت شيء اما زام نعم شو رايك انا استر عليكي وناوليني 100 دولار قال لي اخذتهم هل ما بيستاهلوا 75 تاخذ 100 لا سمني وفراريج ب 75 ايه ان شاء الله يرضى ب 100 يا رب اما زام نعم بدي اسالك نعم. انت بس عم تسرقي فراريج ولحمه وسمنه واللي منه ولا كمان سكر وشاي وقهوه لا بصراحه بقى اسمه سيره ومفتحه انا ما بحب افتن على حدا السكر والشاي واللي ما ذكر اعلى من اختصاص واحد اسمن مني مين اسمه ابو الصيف ابو الصيف معزم نعم انا 100 ليره ما بدي روحي اعملي لي من ايدك فنجان قهوه مرتب تكرم عينك امر تدلل حلو أول حرامي كمشنا وعرفنا الحرامي الثاني صباح الخير فهمان صباح النور أهلا مش راك عامل لك فنجان قهوة هيك ولا دوش شاف فيه عند الصبح ليش ضل عنا قهوة وسكر ليورد وجهنا خير الله كثير يعني في الحمد لله في معلوم خير الله كثير على كل أم عزام سبقتك تعمل لي قهوة بإمكانك تساعدها عن نزلك سيزوني عن نزلك الله يستر يورد وجهك مين اجتني هالمصيبة اللي بدها تشتغل فيهم السمرة بدها تحطهم حق خطوط وحمراء منين اجاني هذا فهمان كمان يعني انا صباح الخير معزام اهلين ابو الصيف إلو ولا ما إلو الهلبة ضبط شاي
لك ما عزمت عليك في القهوه. لا معلش يسطف، انا بساوي القهوه. ارتاح انت. لا ما قالك خليته. قال لك شيء مثلا فهمان فتح لك حديث انه ليش يا ترى جاي بكير انت؟ مثل شو يعني حديث جاي بكير ما جاي بكير؟ يعني مثلا هيك ما فتحتوا احاديث مع بعضكم؟ انا شفته بالريسبشن وقف الان، بس هو فتح لي مواضيع السكر والشاي والقهوه مع عزام. تكون حكيت له شيء فهمان. انا احكي له شيء معقوله؟ مو متفق انا وياك تضل اسرارنا معنا؟ مو معقوله انا انقض الاتفاق اللي بيناتنا معزام؟ بنبهك حارت ضيقه بنعرف بعضنا، واللي بيته من ازاز ما في داعي من الناس بحجاره. معزام عن اذنك غير لبسي. اكيد حكي له شيء هالفهمان السهل. صباح الفل، صباح الفل والياسمين والورد والمنتور، لأحلى حورية بالعالم. تفضلي. شو هذا غزل؟ غزل ما غزل؟ ما بعرف، بعرف اللي بتصبح فيكي بيكون بطل أمه داعيله، اللي بتصبح بالوجه السمح اللي عم ينقط عسل، ولا إلك؟ عم ينقط شرشر. شو شايفتك فايق ورايق؟ شو القصة؟ حدا بيتصبح بالوجه السمح وما بيكون رايق؟ قلي لشوف، ان شاء الله انتهت قصتك امبارح مع الاستاذ خفيف على خير. ايه الحمد لله، تفاهمنا ومشي الحال. ايه الحمد لله، وشلون كانت ليلتكم؟ ان شاء الله كتروا الزباين شوي. على حطة ايديك، لا حدا فات ولا حدا طلع. ايه تفضل مسيو فهمان، اهودك. ام عزام؟ نعم يا عيون ام عزام. ضيفية للان شي شهد. تفضلي. معلش ام عزام. عطيلة فهمان أنا بعدين بشرب. ما بصير، ما حدا بشرب الفنجان غيرك. أم عزام. نعم. جيبي لي فنجان قهوة إيدي أنا. واعملي أنت بإيدك. على عيني. وبتعرفي ليش؟ بعرف أنا. بسرعة. اياها تكون كبيره شوي، يعني خرجي نحط فيها مكتب. ليش حضرتك شو بتشتغل استاذ؟ رجل اعمال. يا ميت اهلا وسهلا، ان ما وسعك الفندق بنحطك بعيوننا. الله يسلم العيون الحلوين. بتحب احجز لك سويت استاذ؟ ايه بيكون احسن طبعا. تكرم عينك، وكم يوم رح تقعد عنا؟ يعني على هوا ما خلص شغلي، يوم اثنين اسبوع اسبوعين حسب التسهيل. يا ميت اهلا وسهلا. ممكن هوي استاذ؟ اي طبعا تفضل. شكرا. فهمان وصل استاذ لسيت رقم 2. عفوا بدي اسالك لو سمحتي، هذا لون عيونك الطبيعي ولا عدسات؟ طبيعي. شرف. ما شاء الله ما شاء الله. شرف. انا اللي حاطط عدسات مو هي. تفضل. يا أنسي شهد، إذا بتحكي مع زبون من اليوم ورايح بهالطريقة هاي بدي طرفي الأوتيل فوق دماغك. أنا طريقة؟ أنا طريقة؟ إذا ما ساعك الأوتيل بحطك بعيون. أروح هلا أروح. شرف. أنت شرف. ما باخذ بخشيش. متفاهم فوق. لا تروح، خليك عندي. عاوزك إذا مشان البخشيش أنا ما باخذ. طيب طيب لحظة. شرف هات
لا تروح بدي اياك. قلت لك استاذ بترجاك يعني اذا مش هالبخشيش بخشيش انا ما بدي. يلا لا تروح، فوت لعندي لجوا، سكر هالباب والحقني. يعني مو مش هالبخشيش ها. سيك حبيبي، شو قلت لي اسمك انت؟ فهمان فهمان. بدي منك يا فهمان الله يرضى عليك، نعم، تلزق لي هدول شوي منهم تحت بالصالون بالكريدورات بساحة البلد بالشوارع بالحارات هون وهون، بتلزقهم كلهم. يلا هيك. شو هدول استاذ الوراء؟ اقرا هون، بتعرف شو هدول؟ اقرا لي اياهم انت. هلا بدي اقرا لك اياهم. هدول اعلان، اعلان اللي عاطلين عن العمل اللي بيجوا لعندي بأمن لهم سفره يشتغلوا برات البلد. هي وانا شو مصلحتي بين شغلي؟ ليك شو مصلحتك؟ في لك اكراميه كبيره انت. هي مبدئيا 1000 ليره. بتحسن تامن لي 100 واحد؟ 100. اي وانا شو بيطلع لي على الواحد؟ كل راس بتجيب لي اياه لك 1000 ليره. لعيونك خلال ساعه استاذ 99 واحد رح يجيب لك. خاطرك. مع السلامه. ليش 99؟ معناتها حاسب حساب حاله بصيروا 100. ايوه شحرور للسفريه. مرحبا استاذ. اهلين انسه. اهلين. ان شاء الله عجبك السويت استاذ. ولو انت اللي دبرتي لي السويت ونقيتي لي، معقول ما يعجبني؟ يسلم لي هالوش. تكرم عيونك استاذ، واذا بتعتاز اي شيء اتصل فيني فورا. يا ريت يا انسه يامنوني طاوله مكتب لهون لعندي على السويت، تكون وسط مو كبيره كثير، وكرسي مريح وشويه اكسسوارات ظريفه عليها. تكرم عيونك. مين حطوا هدول هون؟ فهمان. شو فهمان؟ شو فهمان مفكرين بيوتيك؟ لوحة اعلانات العمل؟ لك اتركوا اتركوا، صاحب هالاعلان رجل اعمال كبير، حجز عنا السويت ولح يقعد عنا شهر. شهر؟ شو هالحكي؟ إذا كان خليهم بتيجوا بياهم. لك قرابي هذا 10 مرات قريته وما فرق لي راسي. القصة ما فيها جاي واحد ياخذ الناس على خريطة العقود عمل. مثل اللي بيحطوهم بالجريدة انه يرجوا ارسال 10 موظفين ذات اختصاص خارج القطر. بالضبط، بس هالمرة شخصي وحاجز عنا سويت كامل شهر كامل بالفندق. امشي. شهودي تعال. صحيح هذا الاعلان اللي حاطه فهمان؟ ايه صحيح، وصاحب هالاعلان اخذ عنا سويت. لك معزام قلت لك انه صحيح واخذ عنا سويت لمدة شهر وبده ياخذ الناس على خارج بعقود عمل. سمير رح تسافر؟ بتعرف انا كنت عم بستنى هيك فرصة من زمان. لك امشي. شهودي دخلك انت ما بدك تكبري دخلي؟ طبعا بدي. وانتي؟ انا بدي امن مستقبلي. مستقبلي؟ مستقبلي لكن مستقبلك. امشي. صحيح شهدت مثل ما عم تقولي يعني رجال مليان ماليا مقتدر يعني؟ ايه رجال كثير غني وحيد مقتدر. يا سلام لا يزيني مولاي يا شهد، يجعل من نصيبك الهي. امين. الي مو الى. حلو، بس يعني استاذ شو نوعية الناس اللي بدكم اياها؟ مشكل حي الله، كل الاختصاصات بتمشي معي. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلين وسهلين. ما كملت لي استاذ، ما كملت. المهم يكون معكم جواز سفر والفيزا علينا، نحن بنأمننا بس يكون في معهم حقها. استاذ جواز سفر طالعوا مو مشكله، بس يعني الفيزا يا ترى غاليه؟ الفيزا حقها 100,000 ليره. ولي 100,000؟ 100,000؟ 100,000؟ 100,000؟ ولا يهمكم، بس مساعده مني لاهل بلدي ومسقط راسي رح اخذ من كل واحد 50,000، وال50 الثانيه بيعطيني اياها وقت يروح يشتغل هنيك برا. الله محييكم حيي مسقط رأسك. بس استاذ بدي اسألك سؤال صغير، يعني ان شاء الله الرواتب هيك مغرية محرزة؟
من هالناحية لا تاكلوا هم، قد ما عم تاخذوا هون بعشر مرات وطبشة. يا سلام، شو رأيك شهد؟ يا سلام. بس اللي أوله شرط آخره سلامة. أول راتب بيقبضوا يلي بده يسافر بده يعطيني إياه لقصر ال50,000 تبعاتي. أستاذ تقدر تعتبرني موافق، رايح طالع جواز السفر وأمن لك المصاري. وأنا أستاذ تاخذني معك؟ أنتي بحطك بعيوني ولو. ميرسي. ليلي عندك جواز سفر؟ عندي، بكرة بيكون جاهز مع المصاري. ما بدي منك مصاري. أهلين. ميرسي كتير. يا هلا. عن إذنك. مهونة. أستاذ ما بيمشي الحال، أنا يعني روح وتاخذني معك بدون ما أدفع التكاليف تبع الفيزا وجواز السفر وإلى آخره، بس اشتغل هنيك برجع لك يوم بعطيك يعني. يا مدام للأسف ما بيمشي الحال. دبرها. ما بيمشي الحال، أنا آسف. طيب رايح أدبر مصاري أنا برضو عن إذنك. وانتو يعني أنت بدك تسافر معنا؟ طبعا أستاذ، أنا الشيف في هذا الفندق. أهلا وسهلا، تشرفنا. على فكرة أنا أموري كلها جاهزة، جوازي جاهز، بس أنا حابب يعني أعرف قديش يعطوني من الخليج يعني. أنت قديش بيرضيك؟ أنا أقل من 2,000 دولار ما بسافر. وأكثر من هيك بيطلع لك؟ يعني أكثر من 2,000 دولار؟ إيه طبعا. قبلة قبلة. حمامي أجيب جوازي، أجيب حمامي. حمامي. الله يبعث الخير. وين شهد؟ وين سمير؟ العمو مبين حدا منهم. مين جاي يمشي امور هالناس كلها؟ غريب. شحرور. شحرور الزماميري. ايوه عرفته. وين هذا؟ لا شوف طلع، شوف شو لا يكون نصاب. اللي
بدي منك يا استاذ خفيف تعرف ان الامور كلها بالسليم وكلها منظمه والحمد لله. الحمد لله. فقط انا مهمتي اخذ من هالشباب المبلغ الدفعه الاولى 50,000 ليرة. نعم. وباخذ منهم كمان صوره جواز السفر. نعم. وخلال 48 ساعة. نعم. إذا ما جبت لهم الفيزا بياخذوا مصاريهم. طيب أنت مالك شايف معي إنه 100,000 ليرة على الرأس وراتب أول شهر كتير؟ لا لا مو كتير نهائياً، بالعكس قدام هالأعمال اللي عم أملهم إياها والوظائف هي اللي عم يستلموها. طيب بسيطة أخي، لحتى أسمح لك تباشر نشاطك عندي هون بأوتيلي رح أخذ منك على كل رأس 5,000 ليرة، شو رأيك؟ لا أنا ما بقبل. لكن أنا بدي أعطيك 10,000 ليرة. أنا موافق، أنا جاهز، شو ساوي لساوي؟ قلي. أنا بدي منك بس تنظم لي الدور. أيوة. تقعد قدامي هون على هالطاولة. هون نعم. تحط لي الوصولات وتوقف. شو؟ على ذكر الوصولات. خير. نسيان الوصولات تبعاتي بالشام، ما عندي ولا وصل. ولا يهمك ولا يهمك، أنا عندي وصولات، هلا بجيب لك 100 دفتر كلهم كلهم باسم الأوتيل وبيخدموا شوارعك. عملتك عملتك. زبطت. استاذ شحرور، هذا ابن حماي صالح. يرحمكم الله صالح، قرب لازم نراعي شوي. السلام عليكم. اهلا وعليك السلام ورحمه الله. قل لي يا صالح، ليش انت بدك تترك بلدك وتسافر؟ يا استاذ صار لي 30 سنة وانا عم باخذ مصروفي من ابي، بدي ادور لي على شي شغله اشتغل واكل واشرب منها. ايوه يعني ما عم تلاقي شغل. ما عم لاقي. إيه بس اللي بعرفه انا امثالك واترابك عم بيلاقوا شغل ويشتغلوا. لك استاذ عندهم واسطه يعني ما بدنا نحكي. بسيطه بسيطه، انا بحل لك اياها وبلاقي لك شغل. شو الشهادات اللي معك يا صالح؟ معي شهاده سواقه بيمشي الحال. اوه كتير منيح، سواقة كتير منيح، هذا المطلوب، برافو عليك. أعطينا هات لنشوف جواز سفرك ومصرياتك. هاي الصورة وهي سلمون. سلمون للأستاذ. أيوة اكتب له وصل لو سمحت. تفضل. هذا بالأجنباوي. ما تعرف اسمه صالح؟ شو؟ صالح. صالح حمد. أيوة 50. جبت الوراق الكامل اللي طلبوها منا. لكن لكن هاي المصاري وهي صورة عن الباسبور. يبعت لك شفتك، هاي المصاري وهي صورة عن الباسبور. مسيح وينكم مش انتبعي لعمولة يعني؟ مو قبل ما قابل شحرور واخذ الوصل. حقك لحن ارضى بالنصيب ارضى بالحبيب ليه بتخلي. يا ستي انت صوتك كتير حلو، بوشك لعند نعيم حمدي قال ناقصه أصوات شابة وواعدة. عن جد معلمتي صوتي حلو؟ بجنن. ليش بعد تشتغلي بالصالون؟ مسحته كلياته. والريسبشن؟ كمان مسحته كلياته. والصالون الجواني؟ ما بقدر امسحه، الناس مليتهم، هذا اللي بده يسافر. ايوه هذا جاي يضرب خراس. ماما خراسي انت لا تكملي لي، حتفتحي لي قصه حياتي. حاضر. شوفي اشقى تمسحي هذه المنطقه بس. ماشي حبيبي. لا لا ما في حبه. ايه ماشي. يا الله بدي ادور بالدليل.